كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. أنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في عام 1420 هجرية المقابل لسنة 1999 ميلادية بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 115. ترتبط الهيئة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق النظام الخاص بها. مقر الهيئة الرئيسي هو مدينة جدة ولها حاليا فرع بمدينة الرياض، والحق طبقا لنظامها في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات لها داخل المملكة أو خارجها. أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بواسطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعالم وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، توفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.